نظمت جمعية بصمة خير وبالتعاون مع مديرية شرطة محافظة المحرق مبادرة تم من خلالها توزيع أكثر من 1000 كمامة، حيث شارك في هذه الحملة 15 متطوعا ومتطوعة. وتعد هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات لهذه الحملة شملت عدة محافظات، حيث لاقت هذه الحملة تواجد وتشجيع من الشارع البحريني في ظل الظروف الراهنة. هذا وأكد رئيس جمعية بصمة خير على أهمية دعم الجهود الوطنية الاحترازية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا، وتوظيف طاقة أعضاء الجمعية بالكامل ليكونوا جزءا لا يتجزأ من دور فريق البحرين من خلال نشر الوعي حول طرق الوقاية من انتشار فيروس كورونا وتطهير بعض المناطق بالتعاون مع مختلف الجهات الذين يدعمون التوجيهات الحالية للتطهير وتوعية الجاليات الأجنبية. طبعا اليوم احنا نتواجد هنا في سوق المحرق في احد المبادرات اللي قامت فيها الجمعيه خلال هذه الفتره، وهي مبادره البس كمامك. والحمد لله هذه يمكن المبادره غطت يمكن جميع المحافظات في البحرين. اليوم احنا هنا بالتعاون مع مديريه شرطه محافظه المحرق، طبعا اوجه لهم جزيل الشكر على تعاونهم معنا. تم توزيع اكثر من 1000 كمام على الموجودين هنا، طبعا تم تقديم لهم المحاضرات التوعوية والإرشادات التوعوية. نقوم بتوزيع هذه الكمامات وننصح الناس ونحاول توعيتهم بقد ما نقدر، لأن اليوم شعب البحرين هو الشعب الواعي، هو الشعب ما شاء الله على مستوى العالم. اليوم الكل يطالع لنا نظرة مختلفة، كل هاي بقيادتنا الرشيدة.